مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. بنتواصل معكم في احد الموضوعات التي تدور في فلك حياتكم. كل عام وانتم بخير. النهارده تاني ايام عيد الاضحى المبارك، ودايما لما بتيجي الاعياد دايما فكره التواصل مع الاهل والاقارب والاصدقاء بتكون اكثر، يعني بنستشعر أهمية هذه المشاعر، اللي مسافر واللي بيتصل بأهله اللي ما شافهمش من سنين وغيره وغيره وغيره. للأسف في السنين الأخيرة مع ظهور التواصل الاجتماعي والإنترنت بدأت الناس في الأعياد تبعت مجرد مسجات لبعض، تقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، وبيبعت نفس المسج لكل الناس. لكن هل ده كفاية في تقوية الروابط وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي؟ ربنا خلق لنا هذه الأعياد، والأعياد دايما بتيجي وراء تكليفات إلهية بفروض. هذه الفروض زي الصيام مثلا والحج، خاصة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، بيبقى فيها نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. بنشوف في عيد الفطر الصدقة وصدقة الفقراء وغير طبعا التزاور والعزومات وغيره، ده نوع من أنواع التكافل. أيضا في عيد الأضحى المبارك بتظهر هذه الصفة بشكل كبير جدا بين الترابط والتكافل. الناس اللي بتذبح وبتوزع لحوم عشان الناس اللي أقل منها، مش لازم يكونوا فقراء يعني، طبعا بتبقى حاجة مهمة. عموما النهاردة هيكون سؤال حلقتنا مركز في هذا الموضوع، وهيكون كالتالي: كيف تسهم الأعياد في تحقيق التكافل والترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع؟ ودايما بنعتمد على تعليقاتكم وأراءكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. دعوني أخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع الحلقة، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. شرع الله المناسك والأعياد فرصة لتعزيز المودة والتكافل بين الناس، وتوطيد العلاقة بين الفرد وربه، والإحسان للخلق جميعا مع استشعار رحمة الله التي وسعت كل شيء. وقد حث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على إغناء الفقراء في يوم العيد، حيث قال: اغنوهم في ذلك اليوم، أي اغنوهم عن السؤال والحاجة حتى يشعروا بفرحة العيد وتطيب نفوسهم. وتعد الأعياد فرصة عظيمة لتدريب النفس على العطاء والترغيب في مساعدة الغير. والتكافل في الإسلام له جوانب عديدة، ويشمل كل ما هو مادي ومعنوي، ويمتد من دائرة الإنسان ذاته ومحيطه القريب إلى الإنسانية جمعاء. وتعد الأضحية التي يؤديها الإنسان في العيد ويقوم بتوزيعها على المحتاجين أمر مهم يعزز مشاعر التكافل والانتماء بين أفراد المجتمع. والأضاحي التي يقوم الفرد فيها بالقيام بعملية الذبح والتوزيع تغطي دائرة قريبة منه، وهذا يساعد في سد دائرة الحاجة في كل حي ومنطقة، بحيث يتكفل أغنياء كل منطقة بفقرائها، ما يساعد في ترميم نسيج الدولة المجتمعية وشد عراه. على جانب آخر، تقوم المؤسسات المختلفة في المجتمع المدني بتقديم المساعدة في توزيع الأضاحي عن طريق توفير صكوك الأضاحي في مختلف الأماكن وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بشكل منظم، يسمح بتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات بما لديها من قوائم مدروسة لأماكن وأسر مختلفة على مستوى المحافظات، وبذلك تعم الفائدة على مستوى أوسع. تابعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير، طبعا يعني ادانا شوية معلومات عن فكرة حلقة اليوم، وخلوني أبدأ بالتواصل الاجتماعي، أسمع آرائكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومجموعة من الآراء. طبعا احنا بنقراها بشكل عشوائي. يعني معايا محمد الشريف
بيقول كل عام وحضراتكم بخير وصحة وحب وسعادة وتحقيق كل أمانيكم، عيد أضحى سعيد على جميع العاملين ببرنامج أمس تواصل، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ محمد. وأيمن الأنصاري بيقول سوف تسهم الأعياد في تقوية التكافل والترابط الاجتماعي بالمودة والتسامح وتبادل الزيارات والهدايا وعطف الكبير على الصغير واحترام الصغير للكبير، بالإضافة إلى صلة الرحم والتصالح والمودة، زيارة المرضى ومساعدة المحتاجين نعمة محبة رضا الله والقناعة بالرزق والنصيب والسعي والوقاية خيرا من العلاج، ومرور الكرام والتعفف والحياء بنخوة وشهامة وإخلاص لطاعة الله وتعمير الوطن ونشر السلام، وكل عام بخير على كل الجميع في العالم، وعلينا أن نعمل على قلب واحد بمصداقية وشفافية. الله يعينك يا سيد الرئيس، معك نعمل بإخلاص وضمير وإنكار ذات لتقديم المجتمع أو لتقدم المجتمع وأن نعطي أكبر. وتحيا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا جمهورية مصر العربية إلى الأبد والحمد لله. محمد الضوي بيقول سوف تسهم الأعياد في تقوية التكافل والترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة بتلحم ومحبة ووحدة وطنية وتواضع وتسامح وتفاؤل، ويعم الثقة والخير لتقدم وتطوير الوطن والاهتمام بالفقراء والمساكين والأيتام ومعدوم الدخل ومحدود الدخل وصلة الرحم وعدم التكبر والغرور وعدم الحقد والحسد والقناعة بالرزق والنصيب والسعي والوقاية خير من العلاج أيضا، ومرور الكرام والتعفف. يعني نفس تقريبا نفس الكلام بيتعاد تاني. معايا جابر خلف، من المفترض أن تكون الأعياد وسيلة للتواصل والتكافل بين الأفراد والجماعات والدول، فقد نادى ديننا الحنيف بأن نتعاون نتكفل بين القادر والمحتاج وبين رب الأسرة والأبناء والأحفاد وبين المسلمين جميعا. فالأعياد فرصة عظيمة لتحقيق التكافل والتضافر بين المسلمين، حيث يتقابلون يتهادون يفرحون معا، فالتكافل والتواصل ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، فلا يكفي أن نتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بل يجب أن يكون اتصال وتكافل مباشر بين جميع المسلمين خصوصا في أعيادهم، حيث يتقابل الكبار مع الصغار ويعطوهم الهدايا الرمزية المحببة إليهم، ويتقابل الأهل والجيران والأصدقاء. فقد وصانا الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التكافل بين المسلمين لما له من إيجابيات على رفع معنويات اليتيم والمحتاج والفقير وزيارة القربى بينهم. طبعا ودخل في شهر رمضان. عموما دي كانت مجموعة من تعليقاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا أكيد تقدروا تتابعوها وتقروها بأكثر عمقا. ودعوني أنتقل إلى اتصالات الهاتفية، برحب بضيوفي وهنحاول نزيد التحليل في هذا الموضوع. معي دكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور صابر كل عام وانت بخير. وأنتم بخير الحمد لله. نعم وأنتم بخير. شكرا لكم. أهلا بحضرتك دكتور صابر. لازم أسألك في البداية، فكرة الأعياد في الإسلام وأنها جاءت بعد تكليفات إلهية وأهمية، لأن احنا زي ما قلت في البداية بنشوف أن بعد الأعياد دايما بيكون في زكاة وأضحية وتواصل بين الأهل والأقارب، أهمية ده في الإسلام وكيف ولماذا شرعت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهني سيادتك وأهني قناة النيل ومصر كلها وفخامة الرئيس وكل أحبابنا وكل الوطن يعني بكل مستوياته. نعم. بهذه المناسبة الكريمة. نعم. والأعياد في الإسلام وبصفة عامة يعني لها أبعاد كثيرة، يعني منها مثلا في بعد ديني. نعم. وبعد اجتماعي وبعد اقتصادي. نعم. وبعد اجتماعي، بل في بعد نفسي، أبعاد نفسية وترفيهية. يعني البعد الديني يتمثل في الأعياد التي تتسم أو عقب المناسبات الدينية الكثيرة، ومنها مثلا العيدان الكبيران، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. عيد الفطر كما سيادتك يعني ذكرت في مقدمة البرنامج عقب موسم للطاعة، ثم المظهر الاجتماعي في هذا أيضا الناس كلهم في جميع أنحاء العالم، المسلمين جميعا يشعرون بأن رمضان نهايته واحدة، ثم يأتي العيد ويفرح الناس ويتلاقون في أبهة وزينة، ويعني شيء يعني يقرب المسافات بين الناس استجابة لهذه الشعيرة، وطبعا صدقة الفطر وغير ذلك والصدقات، ثم يأتي عيد الأضحى وما نحن عليه الآن أيضا، ونسميه الحج الأكبر أو أكبر مؤتمر عالمي يجتمع فيه الناس من كل فج عميق. صحيح. نجد الآن
وكنا نتابع بالأمس، والآن نجد آلاف آلاف الجنسيات وآلاف الناس كل في مكان واحد وكل يردد لبيك اللهم لبيك، يشعر بالوحدة ويشعر بالاطمئنان وبالقوة أيضا، وبأن يعني التوحد الأمة ليس شيئا مستحيلا حتى على رأي واحد على هدف واحد. ثم أيضا الحج مرتبط بأشياء كثيرة، منها الأضحية اللي يسموها عيد الأضحى، تعيدون إلى أبينا إبراهيم أبو الأنبياء، يوحد الأديان جميعا. كل هذه معاني دينية ومعاني عقدية نحن نتذكرها في هذه الأيام. هناك بعد اجتماعي أيضا. أيوه أنا عايز أدخل بس في يعني في الشق الاجتماعي، وأرجوك ابقى معي دكتور صابر ومعي دكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل عام وأنت بخير. أهلا بيك كل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة. دكتور أحمد، يعني لما نسأل عن التواصل الاجتماعي، طبعا ما بسألش على التواصل الاجتماعي اللي هو فكرة الانترنت وبنبعت رسائل لبعض، انا بتكلم على التواصل الاجتماعي الحقيقي اللي هو ان الناس تسأل على بعض، ان الناس عيادة المريض، التكافل الاجتماعي من ناحية ان الاخ اللي اغنى من اخوه ممكن يساعده بحاجة بسيطة، فكرة زكاة الفطر، فكرة التضحية او توزيع لحوم الاضاحي، كل ده نوع من انواع التكافل الاجتماعي في هيئات مختلفة. ده أهميته إيه في علم النفس وعلم الاجتماع والترابط المجتمعي؟ أولا كلكم طيبين وأنت طيب، صحة السلامة. الأعياد مناسبة دائما رمزية للهوية الوطنية والهوية الدينية والهوية، وفيها ارتباط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، هي اللي بتخلق نوع من التواصل في الثقافة عبر أجيال مختلفة وعبر أزمنة مختلفة. الناس بتحس في الأعياد دائما برابطة اجتماعية لا توجد، قد لا توجد في الأيام الأخرى، وهذه الرابطة تقوم على شكل من أشكال التواصل الاجتماعي الحقيقي، ليس التواصل عبر الإنترنت كما ذكرت حضرتك، وإنما التواصل الحقيقي في الحياة اليومية. ده بتحل مشاكلها، اللي بتزعل حد بيصابه، اللي المريض بيعتنوا بيه أكثر، الفقراء بيتصدقوا عليهم، يحصل نوع من التواصل ما بين الطبقات الاجتماعية. صحيح. الناس تحس إن كلها في فرحة، مش حد فرحة العيد ما موزعة على الجميع، يعني لا أحد يحتاج لفرحة العيد ولا أحد يحتاج. طيب أنا لازم أسألك سؤال، يعني ممكن ده يكون ليه تعريفات أكتر في علم الاجتماع. هل هناك فرق بين الترابط الاجتماعي والتكافل الاجتماعي؟ لا، الترابط الاجتماعي ده مفهوم عام جدا. بيشير إلى أي شكل من أشكال العلاقة التي تقوي وتمثل العلاقات بين الناس. ودي لها أشكال مختلفة. إنما التكافل الاجتماعي بينصرف شوية نحو مساعدة الأقوى للأقوى بشكل مادي، يعني يعني في مثلا ممكن تكون هذه مساعدة مادية، ممكن تكون مساعدة معنوية، ممكن تكون مساندة في الحياة الاجتماعية. يعني التكافل ينصرف إلى فكرة حماية الأقوى للأضعف ورعايته له. يعني مثلا واحد كبير عيلة، مثلا كبير في وسط مجموعة، هو اللي يعني يقوم برعاية هذه المجموعة، وفي تكافل بين الغني والفقير، بين الكبير والصغير. إنما الترابط الاجتماعي ده ينصرف إلى أي شكل من أشكال العلاقة التي تؤدي إلى أن يتقارب الناس بعضهم مع بعض، وأن يتلاحموا، وأن يعضدوا أنفسهم سويا جماعة واحدة. طيب دكتور احمد اروك يبقى معي، وناخد يعني الفرق بقى في الدين. دكتور صابر، يعني زي ما احنا عارفين ان من اركان الاسلام الزكاة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شرع ايضا الصدقة والزكاة، زكاة الفطر مثلا، وربطها ان الصيام لن يقبل من الله سبحانه وتعالى اذا طلعت زكاة الفطر. ايضا الاضحية، يعني واحد بيدبح خروف او بيدبح عجلة او بيدبح جمل، تمام، ربنا سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا النبي وصى ان هذا لازم يتفرق لتلات اجزاء، جزء للمضحي وجزء للاقارب وجزء للفقراء. يعني فكرة الإسلام يحرص أيضا على التكافل داخل هذه الأشياء البسيطة مع وجود ركن أساسي وهو الزكاة. يعني
يعني طبعا هو دي مظهر من مظاهر تقريب المسافات بين الناس والتراحم الزائد من العالم الاجتماعي الكبير، يعني دي ترابط اجتماعي يعني اساسا. هذا هو الترجمه الحقيقيه للترابط الاجتماعي، وهو ان يشعر الناس انهم يعطوا بعضهم بعضا. لان عندما حتى عندما احب انا اعبر عن محبتي لجاري او زميلي، اقول ان شاء الله نتغدى بكره مع بعض، هنتعشى كذا، هنعزمك على كذا. اذا دي كلها اشياء، والاضحيه هذه الى جوار انها شعيره دينيه تذكرنا بالفداء والطاعه وطاعه الانسان لله وطاعه الابن لابيه. ايضا توزيع الاضحيه هذه وان نجربها في بلادنا وفي الريف يعني وفي المدن، نجد الناس الجيران حتى مش محتاجين، ولكن كنا اخذ قطعه او كيس اعطيه لجاري، هو استاذ وراجل قدير، ولكن هو جارك يكون دابح فيبعت لك هو كمان كيس مواد التراحم. زاد الفقراء ايضا، زاد ايضا هناك ظاهره يعني اجتماعيه متميزه جدا، وهي ان الاهل في الريف الاب لابد ان ياخذ بمسمى الموسم، يوديه لبنته يوديه لاخته مهما كان سنها ومهما كان كذا. المواسم دي موجوده في الريف، سواء في عيد الهجره، في عيد المولد النبوي، في عيد الفطر، في عيد الاضحى، في الذكريات الاسلاميه، في اول رمضان، في نص شعبان. يعني دي كلها اشياء بتدعو الى احياء القلوب وتدعو الى تقريب المسافات. طيب بين دكتور صابر، يعني للاسف في بعض الناس ربطه الزيارات العائليه، واحد مثلا ما بيكلمش عمه ولا في العيد يقول له كل سنه وانت طيب، والوقت ممكن يبعت له رساله وبس، مع ان سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا يعني، وسيدنا جبريل وصى بالجار حتى يعني ظننت انه سيورثه مثلا، يعني في يعني هو يعني اذا جميله يعني ليه بتسيبها بس للاعياد؟ هو في مبدا المسلم اخو المسلم في كل وقت، حتى الجار نفسه، الجار لم يحد انه مسلم او غير مسلم، يعني في جار له ثلاث حقوق. صحيح. الجار المسلم القريب ثلاث حقوق، الجار اللي هو مش قريب له حقين، الجار حتى الغير مسلم له حق الجوار. صحيح. حق الجوار. اذا هذه دعوه للتآلف والتكافل الاجتماعي بين ابناء الامه الواحده، والناس يكفي كلمه عيد ماخوذه من العود. انه سيعود علينا بالخير، وأنه سيتكرر. وهناك أيضا ما نسميه البعد الفكري، يعني هناك مثلا عيد العلم، الناس تنسى هذا، عيد العلم، عيد تكريم الأوائل، تكريم المتفوقين، عندما يأتي قائد الأمة ويكرم أوائل الشهادات، هذا عيد لنا أيضا. وعيد الأسر، عيد النفسي، أن الناس جميعا تذهب إلى المنتزهات وتذهب إلى الميادين والحياة والبهجة، يعني الناس ينسي بعضهم بعضا الهم والاحزان، بل يتقارب الاصدقاء ويتقارب الجيران. اذا ليس مظهر للطرف فقط، ولكن مظهر لعلاج الهموم واشياء كثيره اجتماعيه ربما الانسان ينساها بين الناس بسبب اي مشاكل. يعني انا بشكرك طبعا طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا فقط لمجرد التشريع، لا، لابد له من فائده اجتماعيه. صحيح. وفائده نفسيه وفائده روحيه وفائدة اقتصادية أيضا. يعني بنرى في العيد كثرة البيع والشراء وتبادل، والأسواق تزدحم، وربما أشياء مبالغ فيها، ولكن أيضا تعود على الاقتصاد بالنفع أيضا، وحركة البيع والشراء والعمال، يعني فيها فائدة من كل النواحي، كما قال الشاعر القديم: الناس للناس من بدر وحضرة، بعض لبعض ولا يشعروا، يعني مش خدم بقى، لا، متعاونون. صحيح. ولهم منافع فيما بينهم يعني. نعم. دكتور صابر عبد الدايم، عميد كليه اللغه العربيه بجامعه الازهر سابقا وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، شكرا جزيلا على وجود معانا. وانتقل لدكتور احمد زايد، استاذ علم الاجتماع بجامعه القاهره. دكتور احمد، يعني بنشوف احنا بقالنا كام سنه كده اعياد المسلمين مرتبطه باعياد المسيحيين، والناس بتخرج مع بعض، والحمد لله مصر يمكن من الدوله الوحيده اللي في المنطقه اللي ما عرفوش يفرقوا ده، واستخدموا الفرقه مع حتى المسلمين السنه والشيعة وغيره، زي ما بنشوف في بلاد زي العراق وسوريا. ده فكرة الترابط الاجتماعي، فكرة ان زي ما كنت بسأل برضو دكتور صابر، ان الناس بتسيب يسأل على عمه ويسأل على خالته الا في العيد، ممكن بقى بيبعته مسج او رسالة. خلينا بس نرجع ازاي نفكر الناس ان الاعياد دي اهميتها الاساسية مش ان احنا نسافر ولا نصيف، لا، اهميتها الاساسية ان احنا نسأل عن بعض ونترابط مع بعض، سواء مسلمين مسيحيين مصريين عرب، كلنا زي بعض.
أولاً أنا بشكر حضرتك إنك تلمست هذه النقطة، لأنها دي نقطة هامة جدا، لأنه فعلا لما بيتقارب الأعياد المسيحية والإسلامية بنجد إنه حتى عملية التهنئة بالعيد بتبقى عملية مزدوجة. صحيح. حتى على التواصل الاجتماعي، يعني رغم إن إحنا بنحب دايما بالعيد إن يبقى فيه تواصل شخصي وليس تواصل عبر الإنترنت وتواصل يومي كده حي. انما حتى على شبكات الانترنت بتجد انه واحد بيهنئ المسيحيين والمسلمين مسيحي، وواحد بيهنئ المسيحيين والمسلمين مسلم. نعم. وهذا يعكس هذه النحمه الوطنيه، انه مصر بلد متجانس، بلد فيه رغم انه الدنيا تباينت والناس اختلفوا والامور اختلفت، يعني اليوم لم يعد مثل الامس الحياه الاجتماعيه، ولكن يبقى للمجتمع دائما روح. هذه الروح بتبقى يعني عميقة وموجودة في داخل المجتمع، بتظهر في مثل هذه المناسبات. نعم. تدل على إنه هذا الشعب دائما صدر كبير جدا من الأريحية في عملية الترابط. نعم. وإنه أي حاجة لا تحاول إن هي تفرقه دائما تفشل في تفريقه. وإنه فعلا احنا محتاجين ان احنا نحول هذه اكيد طبعا اكيد اكيد دكتور احمد انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، واسمح لي ان انا اقاطعك، انا اسف. دكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع جامعه القاهره، بشكرك على وجودك معنا. واسمح لي مشاهدينا الكرام ان ننتقل للمشاعر المقدسه الى مشعر منى تحديدا، وخادم الحرمين الشريفين يكرم كبار زوار كبار ضيوف الرحمن هناك في هذا الحفل السنوي، فلنتابع. خلي عملي عشانك. طيب خلي نحن نشاهد الآن لقطات حية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو يحيي كبار ضيوف الرحمن، كبار يعني كبار زوار في الحاج ورؤساء الوفود وغيرهم في مشعر منى. ونرى أيضا ولي العهد أيضا يرحب بضيوف الرحمن. وبالطبع خادم الحرمين الشريفين يؤكد في كل المناسبات أن المملكة العربية السعودية بحكامها منذ المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وهم يؤكدون أن الحرمين الشريفين لهم وضيوف الحرمين الشريفين لهم خدمة كاملة، وأنهم أساس قيام المملكة بخدمة هؤلاء، وأن حتى تغيير اسم الملك إلى خادم الحرمين الشريفين هو شرف كبير لحكام المملكة العربية السعودية، وأنه يؤكد أيضا أن المملكة ما زالت على موقفها الثابت من محاربة الإرهاب في كل مكان. كان هذا مشاهدينا الكرام متابعة حية من مشعر منى للحفل السنوي لخادم الحرمين الشريفين للترحيب بكبار ضيوف الرحمن. مشاهدينا الكرام نستكمل معكم همزة وصل، دعونا نخرج إلى آراء الناس في الشارع حول موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل في آراءكم الشخصية وأيضا في تلفوناتنا المختلفة. المفروض اساسا لما نقرب من بعضينا، احنا عامه كمصريين بنحب بعضينا،
وفي ان احنا دلوقتي في مناسبه كويسه اللي هو العيد وكده، الناس دلوقتي بتعدي على الناس اللي قرايبها جيرانها الكلام ده كله، اللي محتاج حاجه مفروض يعدي عليه. العيد دوت بالنسبه لنا عشان نقرب بعض لبعض ونساعد بعض ونحب بعض ونسل صله الرحم. اهم حاجه صله الرحم، ربنا هيسالنا على صله الرحم. كل الناس المفروض تود بعض، خصوصا الاهالي يعني، ويزوروا بعض ويبقى في رحمه وتكافؤ بينهم يعني، ويبقى في محبه. ما هو طالما انت هتجيني واجي لك وتقف معايا واقف معاك ونود بعض، هيبقى في محبه ورحمه بيننا. نرضى شويه، نرضى، يبقى في رضا بس كده، واللي بقى يعني علاقتنا مع ربنا كده فيها رضا، فيها تسامح بين الناس وبعضيها، دي هتخلي الناس كلها عايشه مرتاحه. يعني عيد زي كده مثلا، ليه ما نخبط واحد يخبط على جاره؟ انا ابدا اخبط عليه واقول له كل سنه وانت طيب، ايه اللي يمنع؟ انا عن نفسي شخصيا بعمل كده. العيد ده دي حاجه كويسه بتجمعنا وبتجمع الاهل والجيران والاب والاخ والاخت والصاحب، وبتخلي الناس كلها تحب بعض ونرجع تاني للذكريات بتاعت زمان ونرجع احسن من الاول، نفتكر الحاجات القديمه ونفتكر الحاجات الكويسه وبنذبح. العيد بيكون مناسبه جميله علينا كلنا، كلنا بنفرح بيها، كلنا بنروح نزور اهلنا قرايبنا، الناس اللي بقالنا كتير ما شفناهمش، الناس اللي بتكون مشغوله دايما باستمرار، فده بيكون وقت مناسب ان الناس تبتدي تزور بعضها. تابعنا مع مشاهدينا الكرام دي مجموعه من تعليقات المواطنين في الشارع، ودايما كاميرا همز تواصل بتهتم باراء المواطنين في الشارع، جزء من اراء اللي بتجيلنا، وطبعا ارائكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتزيدنا طبعا معلومات، بتزيدنا اراء ومقترحات بنشارك بها ضيوفنا. فهقرا لكم مجموعه من التعليقات اللي وصلت لنا مره تانية على همز تواصل اي جي، خاصه على الفيسبوك. معايا هناء محمد بتقول: الأعياد تحقق التواصل والترابط بين الأفراد، وذلك من خلال تبادل الزيارات والتهاني العيد التي تعد سمة من سماته، وتقوية العلاقات الاجتماعية تعتبر ثمرة من ثمار العيد، وتحقيق الطمأنينة لدى الأفراد ونشر السعادة والراحة النفسية. أميرة عاطف بعد كده بتقول: بتبادل التهاني والزيارات لتقوية الأرحام بين الأهل والأقارب والأصدقاء، ووجب علينا اغتنام الأعياد لنشر المودة والروح الطيبة. أحمد سالم بيقول: تحقيق بعض مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع خلال العيد، وذلك بتفقد الأسر المحتاجة، جمع صف المجتمع وتماسكه وقوته، وذلك من خلال المظاهر الجماهيرية العامة وللاحتفال به في الأماكن والساحات العامة، حيث يلتقي معظم أفراد المجتمع، لم شمل الأقارب والأحباب، ولا سيما من فرقتهم ظروف الحياة ومشاغلها المختلفة. تقوية عزيمة الأمم وتجديد روحها كي تواصل دربها نحو الخير والتطور والصلاح، التعبير عن اعتداد الأمة بتراثها الديني والحضاري. دي كانت مجموعة من آراء المواطنين، وخلوني أرجع لتليفوناتي. ومعايا عبر الهاتف الآن الشيخ محمد خالد سالم من علماء الازهر الشريف، ومعايا دكتور رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع بجامعه حلوان. اسمحوا لي ابدا بالشيخ محمد خالد سالم من علماء الازهر. فضيله الشيخ تحياتي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وكل سنه وانت طيب طبعا في البدايه. وانت بصحه والسلامه استاذنا، وكل عام وانت بخير، والاسره الكريمه اسره البرنامج، والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها. يا رب جميعا يا رب. اسمح لي فضيله الشيخ ان انا اسال، يعني زي ما سالت برضه اسئلتي في الجزء الاول، فكره عندنا اعياد ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا متنفس بعد فرائض، وفرائض ثقيله، وربط هذه الاعياد بالتكافل من نوع الزكاه في زكاه الفطر في عيد الفطر، التضحيه وتقسيم الاضاحي، وزي ما قلنا خلى الاضحيه على ثلاث اجزاء، جزء للمضحي وجزء لقرايبه وجزء للمجتمع. فكره التواصل والتكافل الاجتماعي في هذه الاعياد. نعم، هو اولا الاعياد في الاسلام شيء جميل شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حتى يكون هناك تواصل وترابط وتكافل اجتماعي، وحتى تعود الألفة مرة ثانية، فرصة للتواصل، فرصة لصلة الرحم، فرصة للاتصال،
فرصة لأن يذهب الإنسان إلى أقربائه يهنئهم ويهنئونه، وتعود مرة ثانية الرحم المقطوعة إلى محلها. والعيد شرع في الإسلام بعد فريضتين، بعد فريضة الصيام في رمضان وبعد فريضة الحج في هذه الأيام الكريمة. وهذا يدل على أن العيد يعني يبني فرائض الإسلام وشرائع الإسلام. ومن الأشياء التي حببنا فيها الإسلام صلة الرحم، اللي هو التكافل الاجتماعي، اللي هو التواصل الاجتماعي، اللي هو الزيارة المتبادلة، تسأل عن أقربائك، أقربائك يسألون عنك. وصلنا في المجتمع إلى القطيعة، قطيعة الموجودة الآن بين الناس يعني لم تكن موجودة من قبل. كنا قديما نرى التواصل بين الأسر وبين العائلات وبين القبائل وبين الناس في جميع المجتمعات، سواء المجتمعات الحضرية أو البدوية أو المجتمعات المتمدنة أو غيرها. كان هناك تواصلا بين المسلمين كبيرا، يعني التواصل الاجتماعي ليس مقصورا على الأقارب فقط، وإنما الجيران، المعارف، الأحباب، الأصدقاء. صحيح. من لك بهم علاقة عامة لابد أن تصل هذه العلاقة. العيد يعطي هذه الفرصة ويحقق هذا المعنى ويحقق هذا الهدف. أليس في يوم العيد نهنئ بعضنا بعضا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. صحيح. أحياكم الله لكل عام، في العام القادم إن شاء الله تكون في الحج. هذا هو من باب المحبة الموجودة بين المسلمين المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها. يتواصل الناس عبر النت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مشارق الأرض ومغاربها. كل هذا يعطي التكافل الاجتماعي والروح الإسلامية الكاملة. ولا ننسى أن الإسلام أعطانا مثلا كبيرا في التكافل الاجتماعي والتواصل. يعني يوم عرفات حضرتك حينما تنظر إلى المشهد، تنظر معاليك وتجد يقف على صعيد عرفات جميع الأجناس وجميع المسلمون، الألوان واللغات وكله يتوحد في زي واحد وفي شكل واحد. نعم والكل مختلف ولكنه يتحد هنا. هنا نرى لونا كبيرا من ملون من لون التكافل والتواصل الموجود في المجتمع الذي يدعو إليه الإسلام. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكن على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام افتقدنا ذلك، وافتقدنا التواصل المطلوب بين المسلمين على الصعيد الشخصي العائلي في صلة الرحم، وعلى الصعيد العالمي الموجود في صلة الرحم الإسلامية العامة. نعم. طيب فضيلة الشيخ أرجوك ابقى معي وانتقل لدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. دكتور رشاد تحياتي، كل عام وانت بخير. أهلا، كل سنة طيب ومصر طيب كلها بخير وانتم بخير، ويعني وربنا يا رب ينصر بلدنا يا رب. يا رب. كلمة مجتمع جاية من اجتماع مجموعة من الناس، الاجتماع دوت لازم يكون فيه قواسم مشتركة ولازم يكون في روابط مشتركة. فقدنا جزء من هذه الروابط مع وجود التكنولوجيا الحديثة، بنلاقي الناس بس بتبعت رسائل لبعض في العيد، بتهنيهم ببعض على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا زمان بنرفع التليفون نكلم الواحد، يكلم عمه، يكلم خالته، يكلم خاله اللي هم بعاد عنه حتى مش قريبين منه، كل سنة وانتم طيبين. الوقت بقينا بنكتفي برسائل. ده ضرره ايه على المجتمع وفايدة عودة التواصل الحقيقي الإنساني بين الناس على والله المجتمع عموما؟ والله انت جيت على الوجع زي ما بيقولوا. يعني انا يعني انا امبارح قاعد مثلا يجي 10 ساعات ارد على الرسائل التليفونيه على الواتساب، وانا بعتت لي 1000 رساله او من بين 800 ل 1000 رساله عشان ترد على كل واحد دقيقه. يبقى انت عاوز 1000 دقيقه، احسب ال 1000 دقيقه بكام ساعه. وبعدين ما بتسمعش حد، انت بتبعت حته رساله تقول لهم كل سنه وانتم طيبين، لا هو شافك ولا انت شفته ولا هو سمعك. صحيح. ولا انت سمعته. اللغة هي أساس المجتمع وأساس بنيان المجتمع وأساس الترابط والتآلف. يمكن أنا لما بكون زعلان من حد وبرفع السماعة في اليوم ده وبقول له كل سنة وانت طيب، أبص ألاقيه انشرح صدره وقعد فتح لي صدره وقعد يحكي لي. صحيح. عن مشاكله وعن تعبه وعن همه، وبدأت أشعر بأنه بدأ يرتاح وتعود أواصل الترابط والتراحم بيننا مرة تانية، ونعود أكثر قوة
عن الأول، لكن مجرد إرسال رسالة ده معناها نوع من الإهمال ونوع من إن أنا خلاص أنا ببعتك رسالة ولا سمعتك ولا سمعتني ولا شفتك ولا شفتني. طبعا الوسائل التكنولوجيا الحديثة أثرت تأثير كبير جدا على يعني تجفيف منابع الحب وتجفيف منابع الألفة وتجفيف منابع الترابط في المجتمع. وأوصي جميع زملائي وجميع أساتذتي وجميع طلابي وجميع أفراد المجتمع، أقول لهم خلوا بالكم مع الوقت تنتشر الفردية ولا يكون هناك مكان للحنان ومكان للتراحم اللي هو أساس المجتمع. ده ربنا سبحانه وتعالى حسنا جميعا أن احنا نترابط ونتراحم وأن نزور بعضنا البعض. وأجمل منظر سيادتك بتشوفه يوم صلاة العيد لما بسلم وسلم على اللي جنبي واللي جنبي يسلم عليا وبعدين أخرج أروح أزور قريب. الكلام ده كان موجود بكثرة في رفنا المصري الجميل اللي بدأ يتأثر أيضا بهذه المدنية الحديثة وكثير من المشكلات الموجودة منها. وأنا بقول للسادة يعني المستمعين أو المشاهدين، أنا بقول لهم إن كلمة طيبة هتخلي جارك يعني هيتفانى في خدمتك. صحيح. وتخلي طيب. يعني المجتمع نفسه هيترابط أكتر وهيبقى كله فعلا مع بعضه. طيب دكتور رشاد أرجوك ابقى معي وأعود للشيخ محمد خالد سالم. فضيلة الشيخ، سريعا، التكافل إن احنا نساعد بعض، نقف جنب بعض، ليه معاني كتيرة، ليه ربنا يعني شرعه عشان كمان رفع الضغائن من داخل النفوس بين الغني والفقير وإحساس الغني بالفقير والفقير بالغني وغيره، سريعا أرجوك. هو التكافل الاجتماعي يعني والصلة لها أنواع كثيرة، ولذلك هي ترفع الضغائن من النفوس زي ما ذكرت حضرتك إن هي تحقيق الصلة، لأن ليس الوصل بالمكافئ إنما الواصل ومن إذا قطعت رحمه وصلها. والواصل هناك من يوصل بالسلام والكلام وهناك من يوصل بالعطية. نعم. فحضرتك حينما يكون هناك تواصل اجتماعي ترفع الضغائن من النفوس والحقد ويعود المحبة، تعود المحبة بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه فرصة تتحقق مع العيد في هذه الأيام الكريمة. نعم. فضلت الشيخ محمد خالد سالم من علماء الأزهر الشريف، بشكرك على وجودك معنا، وعد مرة جديدة للدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع. دكتور رشاد، فكرة أيضا التكافل بين المجتمع سواء بقى بالمال، بالعطايا زي الأضحيات، العيدية اللي الحاجة بسيطة، كان زمان برضو حتى الناس في صلاة العيد حد يجيب كيس من الحلويات يوزعه على الأطفال، بونبوني، بالونة، حاجات جميلة كده. للأسف كل ده طبعا يمكن ربما يكون مع الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية شوية، بس ما زال في بعض الناس بتعمل كده، نروح نزور أهالينا، دي حاجات مهمة جدا للأسف افتقدناها. شايف افتقدناها ليه وإزاي نبدأ نرجعها تاني؟ والله رجوعها سهل جدا، وافتقادها كان نتيجة الظروف اللي بتمر بها المجتمعات ونتيجة يعني في ظروف اقتصادية مرنا بيها. لكن أنا مش عاوز أعلق كل حاجة على ظروف اقتصادية، لكن هو في صد نفسي موجود داخل كل بني آدم. إن أنا ممكن قوي أنا وأنا صغير كنت بروح أزور قرايبنا عشان يعني أقول لهم كل سنة طيبين، وهم يقول كل سنة طيب، وطلع بجيبه ويديني شيلن، ولا أيام زمان كانت العملة يعني. فكانت دي بتبقى ما عندكش فكرة، بتبعث السرور وتخلينا نتنافس في زيارة الأقارب عشان ناخد الهدية ونجيب الهدايا اللي احنا عاوزينها. دلوقتي الضغوط الحياة هي اللي ضغطت على الناس، وأنا بقول لهم يكفي إن مش شرط تدي 100 جنيه ولا تدي 50 جنيه ولا شرط إنك أنت طلعت 10 جنيه في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده، يكفي يشعر الطفل إن في زي حاجة موجودة بتؤدي إليه في عيد جميل جدا جدا. وسيادتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي كيس البونبوني أو كيس مجرد أنا وطالع من المسجد بلاقي الناس الكبار حاطين في جيبهم بونبوني وطلعوا يدوا لأولاد العلبة يلموا عليهم، منظر جميل جدا جدا بيؤدي التراحم حتى ويدل على التراحم والتواد والتواصل، ويخلي الطفل من صغره ينشئه على انه على العطاء، كلمه العطاء دي. وعلى فكره كلمه الاحسان دي مش كلمه يعني كلمه الاحسان مش معناها صدقه، لا ده كلمه الاحسان معناها احسان بالقول وبالفعل والتراحم بالاحسن وزوت القرايب يعني دي نعمة كبيرة جدا جدا، بسيطة جدا. صحيح. جدا كريمة جدا جدا، تؤلف بين القلوب وتعظم الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، وتوطد العلاقات بين أفراد المجتمع وتدعم المشاعر الكريمة والطيبة وتمنع عن الانحراف.
نعم. شوف تمنع الانحراف وتمنع طبعا. الجريمة في المجتمع لما يجي الواحد يفتكر الله ده الشيخ ده كان بديني حاجة ده جاري ده بديني حاجة لو عايز يسرقه مش يسرقه لو عايز يضربه مش يضربه وتسود المحبة وتسود الألفة. فأنا عشان كده بقول من خلالك يا ريت نحافظ على هذه قيم التعاطف والترابط اللي احنا بتميزنا عن أوروبا وعن المجتمع الغربي اللي أنا زرت وعشت فيه وكنت بشعر أن أنا يتيم في يوم العيد. فما بالك في مصر اللي هي العيد فيها بيبقى في سعادة وفي طرب وفي ينزلوا الناس في الميادين في أي محافظة يشوفوا التراحم والتعاطف والزحمة والناس اللي صحيح. هو الواحد للأسف ما بيحسش أنه في مصر إلا في الأوقات اللي زي كده في أوقات العيد ويلاقي الناس بتهني بعضيها مسلم ومسيحي وكله ما فيش كلام ده. فعلا بنفتكر مصر الحقيقية. أنا بشكرك دكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان وبشكر الشيخ محمد خالد سالم من علماء الأزهر. دي كانوا في مجموعتنا الثانية من اتصالاتنا الهاتفية. بشكر ضيوفي في المجموعة الأولى وبشكركم أكيد على مشاركتكم على مواقع التواصل الاجتماعي بآرائكم ومقترحاتكم. بشكركم على متابعتكم دايما همزة وسط. كل يوم عندنا موضوع جديد دائما بيدور في فلك حياتكم. إلى اللقاء في حلقة أخرى.